السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نعمل رود في برنامج الريفت؟ طيب انا عندي هنا الارض دي كلها توبوغرافيا، عايز ابدا ارسم طريق لون مختلف، فهاجي هنا هقول له سب ريجن وخليني ارسم مثلا من كده، وممكن ابدا ارسم الطريق بتاعي مثلا بالشكل دوت، وليكن مثلا هياخد هنا مثلا زاوية معينة، فهاجي هنا ابدا ارسم واروح مديله مثلا زاوية روتيت، تمام، وهقول له فيليت، اقول له انا عايز اعمل فيليت، خلينا نعمل فيليت مثلا فيليت ارك من هنا لهنا الزاوية اللي انت عايزها، تمام، وبرده هنا ممكن تعمل فيليت او ممكن تعمل اوفست، تمام، وابدا الغي الخط ده والخط دوت بالشكل دوت، وهقول له موافق، تمام. ده كده تقدر تديله أي ماتيريال مختلف، مثلا كونكريت بالشكل دوت، لو جيت عملت سيلكت هتلاقي إن هو واخد نفس الارتفاعات اللي موجودة في الطبوغرافيا. طيب ممكن تقول له أنا عايز شكل الطبوغرافيا يبقى أقصر من كده، يعني بالشكل دوت كده، كل ما يكون في اختلاف متر يبدأ يظهر معايا بالشكل دوت، أو ممكن تقول له مثلا يخليها كل 10 متر بالشكل دوت زي ما أنت حابب، تقدر تخليه بالشكل دوت.